رايك ايه في موضوع اسعار التذاكر وشايفه مناسب ولا لا وانت هتحضر ولا لا؟ هما بيقولوا ان في خدمات هتكون احسن بكتير من قبل كده، فلو في مقابل اكيد طبعا هشجع حاجه زي كده، لان هو يعني البطوله دي يعني هتدخل دخل كبير جدا للبلد يعني. اه 200 جنيه للدرجه الثالثه ديت، عايزين بقى حاجات البونبوني والشوكولاته والبسكويت، لكن مش الدرجه الثالثه 200 جنيه كتير قوي. 200 جنيه الدرجه الثالثه على الناس يعني؟ الاول كنا بنروح نحضر الماتشات التذكره كانت ب 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه، دلوقتي توصل ل 200 جنيه، مين يقدر يستحمل 200 جنيه كل ماتشات البطوله يروح يتفرج عليها؟ انا مش عارف يعني هم مخلينها ليه كده، وممكن يكون عايزين فئه معينه هي اللي تحضر بس، يعني مش عايزين الفئه بتاعت مشجع الدرجه الثالثه يحضر. هم خلوا الشعب مثلا يبسط ولا حاجه، عم الدرجه اللي هي المفروض ياخذوا فيها اقل سعر المفروض يدعموا الناس، خلوا يدعموا الكوره يعني، خلوا الناس تدخل عادي فري. وعايز يروح يتفرج على الماتش، 200 جنيه بالنسبه له كتير. المفروض انت بلد منظمه البطوله لازم بتعمل، عايز تعمل شو، عايز تعمل حاجه للبطوله، فلازم تكون التيكت اقل من كده يعني، بحدود 50 جنيه 40 جنيه كويس يعني، 200 جنيه حاجه كبيره يعني، محدش هيحضر. غاليه مش مستاهله يعني 200 و400، وفي جماهير اصلا عشان نخش يعني؟ مفيش جماهير. لا الموضوع ده مش هقدر احضر، مصاريف بيوت ومصاريف مدارس ورمضان، لا صعب طبعا بالطريقه. في ظل اللي بيحصل في البلد ده وفي الظروف دي اللي بتواجه جماهير الاهلي والزمالك، فانا بالنسبه لي مش هحضر افريقيا.